لا قلت لنا نرجع للمغرب نعيشوا انا وياك بالخبز والماء وما نتخلاش عليك. كنا حشماني ولكن جلسنا مع راسنا قلنا احنا ماذا بجينا لهنا خصنا اللقب يكون طنجاوي. الناس كانوا كيقولوا بلي احنا كوب محافظ احنا تربينا هكذا عم فوق. اللهجه ديالي الا اللهجه ديالي ما نبدلهاش وخا نمشي فيه ما مشيت غتبقى ديما نهضر بالطنجاويه. ديك النهار هذاك قالت لي هشام انا ما كرهتش نركب فوق هذه العماريه وقالت لي والدموع في عينه قسما بالله العلي العظيم عزز عليا والله العظيم الا عزز عليا انا ما كنتش انا عزز عليا يعني على حسب ديك الضربه اللي كنت طاهره وهذيك انا كنت غنقول لها ما حتاش يلعبوا هذا المصنع دابا بحال غنقولوا وصلنا احسن فينا ما ربحناش تحبطنا مساله عاديه بلا ما نكذب عليك لان راه دابا حنا غنقولوا كنا قرابين ودابا طوالت علينا يعني مسيره. السلام عليكم، معكم هشام 32 سنه ممثل مدينه طنجه في برنامج لالا العروسه. معكم إيمان 29 سنة ممثلين مدينة طنجة في لالا العروسة. نعم، العلاقة ديالي بإيمان بدات سنة 2011 كنا كنقراو يعني كنا مخالفين مع بعضيتنا في الثامنة في الثانوية. يعني كأي واحد شوف يعني في الأول كنا غير أصدقاء كنوقفوا جروب ديال القسم كانت كتعجبني يعني مأدبة مخلقة. واحد النهار أنني مشيت لعندها قلت لها الصراحة أنتينا بنت الناس وما كرهتش تكون بيناتنا شي علاقة جدية باش نتزوجوا. الساعة ملي قلت لها هي خلتني واقف ومشات بحالها. الاولاني نهار الاولادي زعزي كمل كانت الايام ديال الام اس ان ومن بعد طلبت منها الام اس ان ديالها وهضرنا واحد النهار. انا النيه ديالي كنت خصني نتزوج على 25 يعني كنت كنقول هيدا 25 24 ولكن يعني حنا كنواو وكتبقى مكاتب ديال الله سبحانه وتعالى. وبقيت يعني كنكتب معاها في الام اس ان حتى واحد النهار كتبنا بقيت زعما كناكد عليها باش تعطيني فرصه مابقاتش كتجاوبني بقات عيسك ساجيت انا صيفطت لها الضحكه قلت لها السكوت علامه الرضا ياك ورضيت عليا كامل الرضا. لا يعني في الاول كنا باقي كنقراو باقي ما يعني هادشي هذا العلاقه ولا شي حاجه يعني ما كانتش في راسي فهمتيني. يعني من بعد عامين ديال التعارف بقينا يعني كنتعرفوا عادي يعني كنخرجوا مع بعضيتنا الصراحه كنا كنخرجوا كنتقهوا عادي يعني هذا. وفي 2013 قررت انني باش غادي نصافي نتوكلوا على الله ونتزوجوا وقعت يعني واحد الظروف اللي كانت هي انني مشيت جاتني واحد الخرجه على برا مشيت على برا وبقيت تما يعني مده ديال تقريبا اكثر من 6 سنين وانا سنتني صراحه مسكينه تسناتني يعني هذا الشيء اللي زاد حببني فيها انها ماشي غير تسناتني وكافحت معايا يعني كانت كتعاونني معنويا وحتى ماديا صراحه هي هذه لان راه باش تكون في الغربه ولا اوراق هذه راه ماشي سهله والحمد لله يعني كنشكرها. واخا قالت لي شحال مره والدموع في عينها قالت لي زعما غير انا عارفك يعني تما ضروري خصك تتزوج عاد تقدر تسوي الوضعيه ديالك القانونيه وهذه. قلت لها لا قلت لها انا نرجع للمغرب نعيشوا انا وياك بالخبز والماء وما نتخلاش عليك. لا صراحة الله هشام واحد الانسان ما كاينش في حاله. انا يعني كنهضر على راسي متاكده كنت مليون في المية ما غاديش يسمح فيا الفكره ديالي. انا صراحه الله ديما كنت متبعه هذا البرنامج وكان كيعجبني بزاف كنت كنتسنى غير السبت فوقاش يجي باش نتفرج ديك البرنامج. صافي ملي جا هشام تزوجنا عملنا العقد ديالنا يعني غير في 2020 شهر 11 اواخر 2020. صافي انا جالسه واحد المره وكنشوف الاشهار ديال لالا العروسه انا صرت ميساج يعني قلت نصردو عادي كتبوا هذاك مكتبه شي ماشي مشكل. صافي وفعلا ردوا علينا باش خصنا ندوزو الكاستينغ. قلت لهشام هشام مرحب بالفكره صراحه الله يعني عدل لي خاطري. انا الصراحه هي ملي قالت لي اول مره صيفطت ميساج انا في بالي قلت ما يعيطونا شي يعني قلت ما يمكنش غيعيطوا غير تنقول لها وصافي قلت زعما ما بغيتش نرد لها في وجهها ولكن ملي عيطوا لنا وقبلوا صافي خصني عملت لها كلمه خصني نمشي معاها. كنت يعني الوالده ديالك وافقت بكل بساطه؟ الوالده صراحه وافقت الوالده ما قالت شي حاجه وافقت. قلت هي كيعجبها ديك البرنامج ماشي وانا تفكرت يعني ايمان قبل ما انا نهاجر هذه دائما كانت كتفرج ديك البرنامج وكانت كتقول لي ما كرهتش شي نهار نمشي نشارك. وملي قلت صافي عيطوا نمشيو نشوفوا يعني ملي مشينا الكاستينغ كان واحد العدد كبير ديال الناس قلت انا محال اصلا دابا واش غيقبلونا يعني يعني واش غنختاروا ولكن ما داش شي وقت بزاف طويل وعيطوا لنا وتقبلنا ومشينا دوزنا معهم التجربه هذه. لا صراحه الله ديك البرنامج يعني حنايا كنا كنشوفوا في التلفازه يعني كيجينا بسيط دغيا دغيا غادي ندوزو ولكن ملي تحطينا في ديك الما في ديك لا سيتوياسيون هذيك خصك تقاتل باش توصل حتى للفينال صراحه الله. يعني في الاول كنا حشماني
يعني اول مره غادي تتعامل مع الكاميرا، اول مره غادي تتعامل مع المخرج، مع يعني بزاف ديال الناس. راه ليكيب ماشي واحده ولا جوج، راه تبارك الله شحال من واحد خدام في ديك البرنامج. كنا حشماني، ولكن جلسنا مع راسنا قلنا احنا ماذا بجينا لهنا، خصنا اللقب يكون طنجاوي. تقاتلنا، عملنا يعني المجهود ديالنا كامل صراحه. الله الجمهور كان كيتفاعل معنا، يعني كانوا مساندينا، كانوا كيشوفوا ديك المجهود اللي كنا كنبذلوا، كانوا كيشجعونا، يعني تعاطفوا معنا. تعاطفوا معنا ماشي تعاطفوا معنا على القتاليه اللي كنا كنتقاتلوا زعما صراحه، لا انا لا ايمان ولا حتى الوالده في مسابقه ديال الامه حتى هي زعما صراحه كانت كتعاون. يعني الناس كانوا كيقولوا بلي حنا كوب محافظ، حنا تربينا هكذا عم بقاو هكذا، ماشي مشينا لواحد البرنامج غادي نغيروا، يعني غنغيروا هذا ديالنا. خصنا نبقاو، لان اول حاجه ديك البرنامج كيتفرجوا فيه يعني المغاربه كاملين، يعني نعم العائلة الزوجة ديالي والناس، يعني ما خصنا حتى، يعني انا كنبوس لراسها هي الزوجة ديالي، يعني ماشي ضروري غادي نعبر على ديك المشاعر الحب بشي طريقة اخرى قدام الناس كاملين. هي المراه ديالي، هي عارفاني كيفاش كنتعامل معها، ولكن حدا الناس ضروري خصني نحترمها، وخصني نحترم حتى المشاهد المغربي، حيت الناس كتفرج، كاين عائلات يعني مع الابناء ديالهم. وهذا لا باقي ما عملنا العرس، لا وحنا يلاه تزوجنا هذه واحد 3 شهور تقريبا عاد تزوجنا. عملنا العقد ديالنا وعملنا ملاك، يعني كتعرف طنجة ملاك، حفلة صغيرة غير خوتها وانا والوالدة والاخ ديالي. لا باقي ما مجموعينش، هي باقا عايشه مع الوالدين ديالها وانا باقي عايش مع الوالده. صراحه الله انا اللي بكاني اول حاجه هو ديك الجمهور كيفاش تعاطف معنا وكيفاش تعامل معنا، فهمتيني؟ يعني ملي ناضوا المشاركين ديال فاس عند هدى، هما داروا عنا بقاو كيشجعونا وكيزغرتوا صلاه وسلام. وهذا صافي، انا ديك الساعه نيت ملي شفتهم هكذا جاني الدموع في عيني، بقيت غير كنبكي غير كنشوف فيهم كنبكي. وتفكرت يعني ديك القتال اللي كنا كنتقاتلوا، صراحه الله يعني ماشي ساهل داك الشيء هذاك. وخارج بلاطو ما كناش كنجيبوا النقاط، كنا ديما الصراحه كنجيبوا واحد واحد، دائما حنا كندخلوا بديك واحد واحد. حتى واحد الدرجه واحد النهار انا قلت لهم الصب زعما، يعني حيت كنا كنوضوا بكري في 5 الصباح ولا 6، قلت لك كانوا يخليوني غير ناس يعطيونا زيرو بحال زيرو بحال واحد، ماشي مشكل زعما الدنيا. طبيعة الحال كنا حنا راه برايم الاولاني، راه نقطة هي اللي نقدتنا ديك الأسئلة في الآخر ديال الثقافة عامة. لو أنني ما كنتش جاوبت على ديك الأسئلة كنا رجعوا حنا في برايم الاولاني. يعني ديجا ملي كتدخلوا بلاطو كتدخلوا بواحد المعنويات، ملي كتدخل كتسمع ديك النقطة الأولى بعدا واحد النقطة الأولى خارج بلاطو كتطلع في الأول كتسمعها ناقصة صافي كتفشل، والنقطة هي أخرى خارج بلاطو كتبقى هي الأخرى، ما كتكونش عارف راسك شحال عطيوك فيها. ولكن حنايا دائما تقريبا كنا كنجيبوا ناقصين فيهم جوج بهم. لا كنا كنخدموا فيهم مزيان، كنعطيو المجهود ديالنا. واحد النهار بحال ديك النهار الجداده هي جات فرحانه كتقول لي ساليت بكري وعملت مزيان وهادي وهادي، قلت لها صافي برافو ليك. وانا تايق فيها يعني، واخا باقي ما عايشش معاها في الدار، عارفه باللي هي مقده، لان راه حتى الدار ديالهم كيعاودوا عليها غير الخير يعني. حادقه وجات عند الوالده الدار كنشوفها كيفاش كتعمل شغل السيده، يعني تبارك الله عليها. مني جابس نقطه في الجداده، المهم كاينه لجنه التحكيم، هما اللي عندهم واحد المعايير اللي كيعتمدوها في التنقيط. حنا ما نقدروش ندخلوا في ديك، ما نعرفوش ديك المعايير شنو هي. وحنايا الصراحه دخلنا الهدف ديالنا، يعني بلا ما نبقاو نزوقوا في الهضره، دخلنا الهدف ديالنا اننا باش نربحوا، باش يعني نتوجوا ديك القتال ديالنا، يعني نربحوا ديك العرس، نقدروا حتى حنا يكون عندنا واحد السكن فين نستقروا. لان دابا بحال غنقول وصلنا حتى فينا ما ربحناش، تحبطنا مساله عاديه بلا ما نكذب عليك، لان راه دابا بحال غنقولوا كنا قرابين ودابا طوالت علينا يعني مسير. انا بكيت، بقى فيا الحال كان خصني اللقب يكون طنجاوي هذا العام هذا باش نكون واضحين. وتقاتلت بزاف. هذيك اللقطه هذيك اصلا حنا ما كناش عارفين ديك المسابقه هذيك. وعاده انت كان كنقدر نكون صبرت يعني، وغير واحد ديك لي جو اللي كنا لعبنا في مراكش، كنت كان ديك لي جو خصنا واحد الطاقه يعني نجري وبزاف، وهذا في الاخر كنت طحت وكان طريق يحرقني يعني ليها، باش ما قدرتش نصبر نهزو كثر، فهمتيني؟ يعني جابوا لنا ديك لي جو شويه ما بحال نقولوا ما كانش في الوقت ايوا. ديك الجو هذا كما قالت ايمان، يعني حنا قبل من مشيو للاستوديو كنا قبل بنهار مشينا لمراكش صورنا ديك المسابقات. ملي سالينا المسابقه في اخر المسابقه ايمن اللي عطاتني ديك العكازه، راه المهم الناس راه تفرجوا، يعني طاحت على الظهر ديالها يعني. وراه اللجنه اللي كانت معنا تما شافوا ايمن بلي طاحت وتقصحات في الظهر ديالها. شوف هي المراه ديالي انا، ماشي غنقول لك مثلا انا يعني هزتني راه دللت بها ولا هذيك، هي كتبقى هي مجرد مسابقه وصافي. انا المراه ديالي عاديه مثلا مسكينه هزتني، انا مثلا نهزها فوق راسي، راه ما عنديش مشكل، فهمتي؟ راه انا بيدي، ولكن انا كمسابقه يعني بالنسبه لي.
كمسابقه احنا هذيك المسابقه ماشي احنا اللي نختاروا المسابقات، يعني انا هذيك المسابقه ما كانتش من غير يعني انا هزتني يعني في الفينال ما كانتش مناسباني. علاش؟ حيت انا يعني كنوزن 78 كيلو، انا ثقيل يعني مقارنه مع الكوب اللي كانوا لاعبين ضدنا، ماشي بحالنا يعني الولد اللي كان لاعب ضدي ماشي بحال اللي كان ثقيل. عزز عليا والله العظيم الا عزز عليا، انا ما كنتش انا عزز عليا يعني على حساب ديك الضربه اللي كانت طاهره وهذيك، انا كنت غنقول لا ما احتاجش نلعب هذه المسابقه هذه، ولكن ديك الاصرار ديالها يعني هي خصها ترباح. وانا حتى قلت لك ديك النهار هذاك قالت لي هشام انا ما كرهتش نركب فوق هذه العماريه، وقالت لي والدموع في عينها قسما بالله العلي العظيم، يعني ماشي زعما ملهوفه ولا، ولكن بنت من حقها فهمتي. يعني ملي عطينا الوالده ديك ثلاثه النقط كنا ناقص ثلاثه، وايمان يعني كما شافت العمره قالت لي خالتي ضروري خصها تمشي للعمره، وانا الحمد لله الوالده مسكينه دائما كتقول يا ربي الله يعطيني غير شي عمره. يعني ملي الوالده جابت خمسه في ديك المسابقه حنا زيدناها ثلاثه وقدرت تدير عمره الحمد لله، وربي سبحانه وتعالى يسر. كنا باقي ما لعبنا حتى شي مسابقه، ما عرفينش راسنا شحال نجيبوا ولا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه، والله سبحانه وتعالى عوضنا في ديك في ديك في ديك برايم هذاك. جات واحد المسابقه اللي ديالي انا باش لعبتها ديال ايمان اللي توفقت فيها ديال السوارس، ما خافتش ودخلت وكافحت وجبنا الحمد لله القيطات. انا كنبغي نقول من هاد الجريده الالكترونيه طنجاوي بوان ان كاع الناس اللي تقوا فينا واللي بغاونا واللي كانوا كيشجعونا دائما، كاع المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن، كنبغيكم بزاف بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المحبه ديالكم. وبالنسبه للناس اللي بقاو فيهم الحال باللي ما خديناش اللقب هذا، كنقول لهم سمحوا لنا بزاف بزاف، يعني تقاتلنا باش يكون اللقب طنجاوي هذا العام، ولكن خير فيما اختاره الله ما مكتبهاش. اللهجه ديالي الا اللهجه ديالي يعني ما نبدلاش، واخا نمشي فيه ما مشيت غادي نبقى ديما نهضر بالطنجاويه طنجاويه حره. الناس اللي كيقولوا اننا خدينا واحد المكافاه وكذا، حنا باقي ما خدينا والو، خدينا عي كلمه وعد مع طاقم برنامج ديال اننا احتلنا يعني بقينا الفينال مرتبه ثانيه، قسيمه شراء ماشي فلوس ولكن قسيمه شراء ديال 30000 درهم، والعمره اللي ربحت الوالده، ولكن يعني هذا الشيء هذا باقي ما سلمناهش، لان داكشي كيما عمره بان رحيل باقي ما سلمنا حتى حاجه لحد الساعه. كنبغي نوجه واحد الرساله الشكر لجميع يعني المغاربه وطنجاوه بصفه خاصه على التشجيع والدعم ديالهم اللي دعمونا واللي شجعونا، كنعتذروا لهم. للاسف حنا عملنا واحد مجهود كبير اننا باش نجيبوا اللقب ونفرحوا حنايا ونفرحوا يعني ولاد المدينه، ولكن المهم قدر الله ما شاء فعل، ماشي مشكل. وكنبغي نشكرهم بزاف، وكنبغي نقولوا باللي من هذا المنبر هذا كنشكروا بعدا الموقع الالكتروني طنجاوي بوان ام ا، كنشكرهم بزاف اللي عطانا هذه الفرصه هذه اننا ناخذوا معهم هذا انترفيو. احنا باللي ما عندنا حتى شي قناه حاليا، عندنا واحد القناه يلاه كرينا ولكن باقي خاويه ما فيها حتى شي فيديو، يعني احنا كنتبرؤوا من اي فيديو ولا اي حاجه تقالت ولا شي حاجه، باقي ما يعني ما عندنا والو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.